أروع صور الإيثار والتكاتف لمواجهة فيروس كورونا، والأمثلة كثيرة، حيث بادر أحد المواطنين في مدينة قلعة السكر شمال الناصرية بالتبرع بمبلغ زفافه على شكل مساعدات تقدم للمتضررين من جائحة الفيروس. أبارك لابن سجاد بزفافه وعلى هالمبادرة الإنسانية لساعد الشباب بيها من هالوباء، ويرحم العراق، يرحمه برحمته ويفك من هالوباء. فقررت ألغي حفل زفافي وأتبرع بمبلغ نساعد العوائل المتعففة، وأشكر خلية الرحمة طبعا على تلبسهم هذا الوشاح الإنساني ذي، وأشكر قناة العراقية. هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات إنسانية ومجتمعية مختلفة تظهر روح التكافل الاجتماعي والتراحم لمواجهة كورونا التي يتميز بها الجنوبيون العراقيون في هذه المناطق. نفتخر لأنه أحس وتابع واقتدى بتعليمات المرجعية، وهذا الوضع الراهن وما يمر به العراق من مأساة من فيروس واقتصاد، ارتأت الحاجة لأنه يترك بعض متطلبات عرسه ويتبرع للعوائل المتعففة الفقيرة. تبرع بأموال نقدية بدلاً عن إقامة الحفل الزفاف، وهو طبعاً حق مشروع له، وهذه فكرة جميلة جداً وطيبة تضاف للبصمات الإنسانية الرائعة. بالتكاتف والتوحد سوف يهزم العراقيون الفيروس كما هزموا الإرهاب وحرروا الوطن. من مدينة الناصرية لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية.